بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول لك: ما تغيرنا الليالي والسنين، ولو تعمرنا عليها مثل نوح. من يجي طيب يجدنا طيبين، ومن يجي واضح يرى فينا الوضوح. بالوفاء وسلوبنا متشبثين، مثل مسمار مغرز في كبد لوح. لا تغيرنا ولا متكبرين، ومن بغانا جاء ومن قفى يروح. ويا مرحبا وحياكم الله. طبعا شوف لي الحين في الجلد حقت عمود التوازن، راح افكها واغيرها، وفي كذا شغله برضو في الفورد راح اصورها كمان وانا شغال عليه باذن الله. بعد هذه الجلد وراح ابدا فيها. طيب الان فكيت الحامل اللي تحت، الجلد هذه راح تصغير، الجلد هذه قلت العمود، والجلد المقابله هذه، هذه طبعا تالف مرة، كل ثنتين راح أغيرها. طبعا هذه تالفة مقطوعة برضو، ركبة جديدة، لازم بداية ثنتين. ركبت القفيز الحين، ابدا شده وافك الجنب الثاني على طول. الآن فك الجنب الثاني، هذه الجلدة الثانية، الطرف الثاني تاكله مرة. هذا القفيز حقه خرجتها من هنا، راح اركب الجديدة، لكن راح انظف بعدين اركب. طبعا غلقت جلد عمود التوازن، ركبته وغلقته. البواجي طبعا غيرت الجنب هذا، الجنب الاول هذا غيرته، فكيت البواجي حقته وركبت بواجي جديدة. واذا الحين الجنب الثاني اللي هناك راح اغير البواجي هذه. الحين بغير البواجي اللي هنا، لازم تفك لي الهواء اساس توصل للكويلات، طلعها تفك البواجي. طيب كذا فكينا اللي اساس اوصل للبواجي وافكها واغيرها. كمان قلت مره واحده اصور لكم البوابه، البوابه وسخه لازم تتنظف مره سواد. طيب يا شباب، معلومه بعطيكم اياها، بتعرف حاله الماكينه، البواجي اذا فكيتها كل بوجي تفكه، شوف السنة حقته هذه، السنة هذه، ومن هنا كل ما فكيت بوجي امسح براحة يدك هنا زي كذا. شوف زيت، ما في زيت، هذا كربون بس، معناته كويس. مو البوجي معناته الماكينة كويسة، الشمبر اللي راكب عليها البوجي
معناته الجمبر اللي تحته كويس ما في اي مشكله. لكن اذا كان في زيت حطيت على يدك هنا وشفت ان زيت واجد، هذه معناته ان الشمبر اللي تحت البوجه نفسه يهرب زيت. هذا اول واحده اذا كان الماكينه تبويش او شبه تبويش. النقطه الثانيه فلتر الزيت، الفلتر حق الهواء، فلتر الهواء اذا فكيت ولقيته اسود في زيت معناته ان الماكينه على بوش برضه. طيب حبايبي ركبت البواجي غلقته، هذا حساس الهواء اللي يجي عند القربة هذا تنظيفه، ركز على نقطة واحدة غلط انك تفك المسمار وتطلع، ليش؟ له جلدة هو والجلدة إذا تآكلت خلاص مهما تسوي ظل السيارة تنفض عندك، فغلط انك تفك هذه وهذه. حتى لو الجلدة ما هي متآكلة، المسامير هذه نفسها محلها بلاستيك، ماسكة في محل بلاستيك، اذا توسع البلاستيك ما تشد صح. ايش تسوي انت؟ زي ما هو كذا تقلب على الجهة الثانية، هو قدامك الان كذا جوا، تنظفه بخاخ الكترونيات، طبعا هذا بخاخ سريع الجفاف ينظف ويرجع الحساس بطريقة سريعة يعني خليه شغال. طبعا الحساس هنا واحد وهنا في حساس برضه ثاني للهواء، هذا يتنظف كمان. كذا خلاص تنتظر عليه حق اقل من دقيقه ينشف من حاله، تطبق وتركب. طيب الان غلقت البواجي، غلقت البوابه، غلقت الحساس حق الهواء، بواجي ركبتها، كل شيء تمام دحين. الان راح انظف الكبوت كاملا، لازم يتنظف الماكينة، لازم تنظف، فراح انظفها. بعد كذا انزل الشكمان تحت للدبة، كمان لازم تتنظف. الحساس حق الدبة لازم افك حساس الاكسجين وانظفه، لان في صرفية بنزين عنده كمان. خلوكم معي كذا، نظفت خليه يتشرب شوي، بعد كذا انظفه بالهواء. شوف الوسخنة كل هذا يطلع. شوفوا الفرق، شوفوني هذا بعد التنظيف، شوفوا كيف. الحين نظف الباقي. طيب كذا انا خلصت من فوق نهائيا، الان الحمد لله. الان شغل الدبة، هذه دبة، هي دبتين، واحدة هنا وواحدة هنا، حساس الشكمان هذا، حساس الشكمان هذا قبل الدبة. نفك الحساسات هذا وهذا، طبعا ننظفها، انقعها في الاسيديلكو وافرغ الاسيديلكو مع الفتحة هذه اللي هنا، بعد ما اطلع الحساس افرغ هنا، علبة اسيديلكو هنا، علبة اسيديلكو هنا، بعد كذا ارجع الحساس هنا وارجع الحساس هذا هنا واشبكه. طبعا من هنا ينفصل، تفصل اول شيء من هنا بعدين تفك، بعدين اركبها انا كلها واشغل السيارة والاسيديلكو اللي هنا يبدأ ينظف الشعبة الداخلية هنا وهنا، وينتقل للشكمان الخلفي هناك وينظف ويخرج، وبسم الله أبدأ. وكذا فكيت فيها الحساس،
الحساس حق الاكسجين الاول والثاني. ابدا الحين افك الحساس نفسه اطلعه انقعه في مويه وافضي علبه كامله هنا وعلبه كامله هنا. هذه حساسات الشكمان تتنظف الان. اتركها تنقع ونرجع له. نفضي الحين علبتين. نفضي علبة هنا بخخص يديلكم وفضي علبة هنا بخخص يديلكم. طبعا ركبت وغلقت والحين نقول بسم الله ونشغل. إيه نسيت قبل لا أشتغل أنا أساسا حصلت البطارية لأن الشغل كله كمبيوتر. أي شغلة تبي تفكها في السيارة افصل الكمبيوتر افصل البطارية. طبعا أنا فاصلها راح أرجعها وشغل السيارة إن شاء الله. شبكة البطارية نقول بسم الله. طبعا التنظيف هذا اللي حطيته في الشكمان يمكن يجلس نص ساعة لحد ما يخلص من التنظيف. بعض الأحيان يجلس إلى اليوم الثاني بس ما عندك مشكلة دام انك نظفته هو يجلس ينظف من حاله. بسم الله. بارك الله حتى صوت السيارة خاصة مع تنظيف البواب ومع الشغل كله. تشيك انجن كمان اختفت. كان في تشيك انجن هنا ترى على فكرة. كان عندي مشكلة في الحساسات حقت الاي بي اس وغيرت حساس اي بي اس وحساس لقيته مقطوع وصلته وظبطته. والان نظفت البوابة نظفت الماكينة حطيت السيديلكو في الدبة الآن ما شاء الله تبارك الله. وش باقي لما باقي حقة الحزام. اربط الحزام عشان تطفي. ها اذكروا الله قولوا ما شاء الله تبارك الله. اذكروا الله على الموتر قولوا ما شاء الله تبارك الله. بدأ الوسخ تو الآن يخرج. طبعا خليه شغال نص ساعة ساعة ممكن لليوم البكرة ممكن عادي. انا شغله نص ساعة بعد كذا طفيه ومع المشي ومع هذا يروح يختفي. فهذا ينظف الآن الشكمان جالس ينظف والورشة راح تظل لي كلها دخان على الله وكان. هذا كله تنظيف. لو ادعس له راح يقفل الورشه تقفل خليه على مهله كذا ينظف من حاله. الحين بدأ يخف كل مالي يخف.
بسم الله وعلى بركة الله. الحين بجربه في الخط اشوفه كيف. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. الحين بجربه في الخط. طب الان ما شاء الله نظيف. ما في لا تشك انجن ولا شيء. بسم الله. سرعة 90 يبي يطير ما شاء الله. حولنا على الديكور. ها اول ما ثبت هذا طبعا هذا كان فكوك كان حاط له شطرطون بس طلعت الشطرطون سويت له غراء غراء الماني وغرى قزاز طبعا هذا سريع ينشف بسرعة يعني حطه في الحواف من هنا أساس ما يفك بعدين وش تظن هذا تثبيت لين بس يمسك صح بعد كذا شوف هذا طريقة لازم أطبقه من هنا وأطبقه من هنا على بال ينشف الجنب هناك بصراحة مسكت ابغى اشوف صورتي في الاسطبات صراحه ببدا بلمعها نقول بسم الله تمسكها اخر الليل تعرفون هذا اللي. ما احتاج اعلمكم تنظيف اخو العيال صدق انا اشهد انا فصيته ما شاء الله تبارك الله
الاسطب هذا مو شغال. ارجع الحين اشوفه. طبعا فيها كربون اللمبة، شوف كيف صدى وكربون ممكن هو اللي يمنع الكهرباء توصل له. راح انظفه واركب ان شاء الله يشتغل. اللمبة نفسها محروقة، فيها قطع في الجهاز، شوفوا هذا قطع ما يوصل من نفس اللمبة يعني. وايضا الكربون الصدى نظفت الفيش، لكن تحتاج تغيير اللمبة. الجن والشياطين ما تثبت زي كذا، ثبتنا ابوه انتهى. طبعا هذا القزاز ثقيل طلوع النزول، راح ازيت المجاري حقته اساس يكون سريع ان شاء الله. اما الرفع والنزول من هنا على ما اعتقد نفس الصغر الخربان، مو راضي يشتغل، حاولت فيه لكن يشتغل من باب السواق لكن بطيء، راح ازيت المجاري. أن الشمعة اليمنى الواطي يشتغل الجنب هذا، الجنب هذا ما يشتغل. طبعا فكيته يخلى من نفس الفيش من هنا يتآكل، شوفوا كيف كمان عليه كربون زي الحرق زي كذا. حاول اني اضمه منه، حاول اني انظف بخاخ الكترونيات واركب واجرب ان شاء الله. تمام هنا نشوف كيف التآكل، تآكل كهرباء يعني، لكن أحاول فيه قدر المستطاع إن شاء الله يزبط. طبعا بسوي فيه حركة، تنجح ما تنجح الله أعلم. أقطع أسرع من السلك من هنا وبرمه نحطه وداخل جوا هنا، بعد كذا أركب اللمبة وأشوف وأجرب. نقول ان شاء الله نجحت، نجرب ونشوف. نجحت الآن، طفت على كذا. لازم تغير القاعدة واللمبة، القاعدة فيها مشكلة واللمبة.